تعالوا الموضوع اللي يعني تحسوا انه تحتاجونه اكثر وتماس وياه اكثر. اليوم راح نبدي نتكلم عن الادويه بصوره عامه، الادويه اللي نستخدمها اثناء التخدير. قبل ما نبلش بالادويه اكو مصطلحات لازم تعرفونها، اكو اسس بالفارماكولوجي لازم نفهمها حتى بعدين نتكلم عن الدرايفات انه نتكلم بالاساسيات مالتها من جديد. فاكو اساسيات لازم نعرفها حتى وراها احنا بعد كل درايف بنحكي نقول هذا في مصطلح معين تعرفون شنو المقصود به. فعندنا اول شيء مصطلحين اللي هو فارماكو دايناميك وفارماكو كانتيك. الفارماكو دايناميك والفارماكو كانتيك لازم نميز شنو معنى الدايناميك شنو معنى الكانتيك. عليكم السلام ورحمه الله. الفارماكو دايناميك هو تاثير الدرج على البادي. افكتس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. افكتس اوف ذا درج اون اورجانيزم يعني التاثير اللي يصير علاج على الجسم لما يبدي الادمنستريشن اوف ذا درج. بينما الكانتيك هو تاثير البادي على الدرج يعني البادي شلون راح يتعامل ويا الدرج اول ما يبدي يوصل له. فلازم نميز بيناتهم شنو الفارماكو دايناميك وشنو الفارماكو كانتيك. بنقول هذا الفارماكو دايناميك مالته بصفات معينه نعرف انه هذا شنو تاثيره على البدي. بنقول فارماكو كانتيك راح نعرف البدي شلون راح يتعامل ويا هذا الدرج. طبعا هذه الاساسيات كلش مهمه حتى نعرف شلون كل درج يشتغل وشلون كل درج يوصل للمكان اللي يعني اللي يعطيني الاكشن مالته. يعني انا حتى اعرف مثلا ليش اكو ادويه نستخدمها عن طريق الوريد، اكو ادويه نستخدمها عن طريق العضله، اكو ادويه نستخدمها عن طريق الفم. كل وحده هذه لها اسباب خلتنا عن طريق معرفه انه شنو الفارماكو دايناميك والكانتيك اوف ذا درج يلا بدينا نعطي ادمنستريشن مالته. بالفارماكو دايناميك عندنا فد شيء مهم اسمه الريسبتر اللي هو السايت اللي يبدي يشتغل عليه الدرج. فلازم نعرف الريسبتر. طبعا الريسبتورز بها انواع حسب ما مطلوب عندكم انتم تعرفون شو الانواع مالتها بس لازم نعرف انه عليكم السلام ورحمه الله كل درج له فد ريسبتور معين يبدي يشتغل عليه. احيانا اكو 2 اور 3 درجز منهم يشتغل على نفس المكان. فهذا شو يصير عندي الاكتيفيتي مالته والاكشن مالته مضاعف. يعني من يجي 2 درجز على نفس الريسبتور راح يشتغلون بشيء اقوى من اذا يجي واحد من عندهم بس. اكو درايز تشتغل بشكل متناقض يعني هذا يجي يفتح الريسبتر يجي واحد ثاني يسد الريسبتر. اذا نعطيهم بنفس الوقت معناه لغينا الاكتيفيتي مال بوث اوف ذم اثنين بعد ما راح يقدرون يشتغلون. واكو الدرايز اللي يشتغل على اكثر من مكان على اكثر من ريسبتر. فالفارماكو دايناميك بصوره عامه يتكلم لي انه شنو الريسبتر اللي يشتغل عليه هذا الدرايز. الفارماكو كانتيك هو هذا الشيء المهم اللي لازم شويه يعني نفهمها حتى نعرف ليش الادويه وشنو طريقه عملها وليش اكو ادويه نعطيها ما تشتغل، ليش اكو ادويه نعطيها حسب الوزن واكو ادويه نعطيها ما نعتمد على الوزن المثالي للمريض. اللي هي فارماكو دايناميك. فارماكو دايناميك تبدي من الادمنستريشن او روت اوف ادمنستريشن. انه احنا من يا طريق نستخدم الادويه. طبعا كل درج نستخدمه من راح يدخل البلاد للبلازما ما راح يوصل للمكان اللي راح يشتغل عليه بنسبه 100%. اكيد راح تصير عليه عمليات هضم وطرح فيوصل فالجزء معين من عنده يوصل للريسبتر. والا لو كل درج نعطيه مباشره يوصل للريسبتر راح تلقونا نعطي فد اجزاء من السي سي بس حتى نحصل الاكتيفيتي مالته يجوز 0.1 0.2 مل كلش كافي انه يعطيني الاكتيفيتي مال كل الدرج. بس هي المشكله انه ما راح يوصل لي. يعني على سبيل المثال عندكم السكولين. السكولين احنا شقد نعطي عاده الدوز مالته 100 ملي جرام. تعرف انه بس 10% هو اللي يوصل للسايت اوف اكتيفيتي يوصل بس الريسبتر. 90% كلها ويل بي ديستراكتد كلها تتحطم بالبلازما فيوصل من عنده بس 10%. لو كان كل الدرج نعطيه المفروض نعطي 10 ملي جرام بس ما نعطي 100 ملي جرام. بس احنا نضطر نعطي 100 ملي جرام حتى نحصل ال 10 ملي جرام توصل للسايت اوف اكشن. فروت اوف ادمنستريشن هو احنا من راح نبدا نعطي انه شنو طريق اعطاء الدرج. احنا بالانستيزيا عاده ما عندنا شيء غير الاي في او نورمال روت.
ليش الاي في نختاره؟ لان الاي في يعطيني 100% ارايفل تو ذا بلاد، 100% من العلاج راح يدخل للبلاد. بينما اذا اورال راح يخضع لعمليات امتصاص وغضم داخل الستومك، وبعدين راح يمتص جزء من عنده، فما يوصل 100% للبلاد. هذا للبلاد ما يوصل على الريسبتر، يعني حتى يوصل الدرج للبلاد بالاي في يوصل 100%. لكن اذا عن طريق الاورال، عن طريق الاي ام، عن طريق السبكت، حتى اذا يوصل بالاي ام والسبكت 100% بس سلولي ريليز، يعني ما يوصل دفعه واحده مثل الاي في. ولهذا ادويتنا نعطيها بالاي في، لان احنا ما ننتظر المفعول مالته على ما يصير بي ابزوربشن وياخذ. احنا نريد رابيد اكشن فور اول ذا درجز. واحده من الصفات المثاليه للانستيك درج انه يكون رابيد اكتنج اند رابيد ديستركتيف، يعني يشتغل بسرعه ويتحطم بسرعه. فنستخدم الاي في لانه 100% من الدرج راح يوصل للبلد. انا هو التقارير راح ادفع كلها عن طريق البلد. الاي ام والسبكت والاي ام والسبكت هم يجي 100% بس حسب الامتصاص مالته تكون عاده سلولي. الاورال، الريكتال، الاندوتراكيال راح يخضع لعمليات امتصاص وديستركشن بالسايت مالته، فيوصل عنده جزء ما يوصل كامل 100%. طبعا كل درج الى نسبه معينه من 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 الدوز مالته هو اللي توصل للبلد، بس عاده ما توصل 100% مو مثل الاي في. فالروت اوف ادمنستريشن راح عندنا احنا اعطينا اي في معناها 100% من الدرج هو دخل بالبلد. من راح يدخل راح يصير عليه عمليات اللي هي ميتابوليزم. وين راح يصير ميتابوليزم؟ داخل البلازما. يعني انا من يوصلني لدرج 100% اول ما يبدي يوصل للبلازما او للبلد راح تخضع العمليات. اكو ادويه تتحطم كليا بالبلازما، يعني ما تعبر بعد لغير مكان ما عدا ريسبتر، يعني يوصل جزء من عنده ريسبتر والبقيه يبقى داخل البلازما. هو البلازما يتكفل انه يتكسر مثل السكولين، مثل الريميفانتانين. هذا ما يبقى عندي. ولهذا تشوفون السكولين ليش رابيد اكتنج؟ لانه ما يحتاج يمر على الكدني وعلى الكبد حتى يسوي له ميتابوليزم وشيء وبعدين يلا يتخلص من عنده، لا، مباشره يوصل بالبلازما. هو البلازما بيفد نان سبيسيفيك ستريس، فانزيمات خاصه هي كفيله انه تكسر هذا الدرايف وتوصل لي نسبه معينه من عنده بس للريسبتر. الريميفانتانين كذلك ليش رابيد اكتنج؟ لانه ما يعبر لغير مكان، يتحطم كليا بالبلازما. بعد عندهم الاتراكيوريوم بس بنسبه اقل، يعني تحت ما يصير الدستركشن مالته عاده يصير او الالمنيشن يصير داخل البلازما بس ببطء اكثر، وجزء من عنده هم يروح للليفر حتى يصير بيه ميتابوليزم. فشوف انه الاتراكيوريوم هو المصدر لاكسنت الوحيد اللي يقول لك انه تقدر تترك المصدر لاكسنت بدون انتيدوت، لانه كومبليتلي عن طريق يسمونه هوفمان فينومينا اللي يكسر فيها داخل البلازما. هذا الميتابوليزم. الجزء الثاني من الميتابوليزم يسمونه الريدستريبيوشن، وهي كلش مهمه لازم نعرفها، لانه نستخدم عدد من البروبوفول والبنتوثال اللي هم يعتمدون على الريدستريبيوشن. الريدستريبيوشن معناها اعاده التوزيع. يعني انا حطيت بنتوثال بنقول 500 ملي جرام. هذا 500 ملي جرام اجت كلها بالبلد اللي انا دفعتها اي بي. طبعا ما بيها ميتابوليزم بالبلازما البنتوثال، راح يبدي يوصل وين؟ يبدي يوصل للبلد، راح يتوزع على البودي تشو. البودي تشو بيها قابليه امتصاص جزء اكثر من غيرها، اكو بيها نسبه دم عالي بيها فهذه تمتص كميه اكثر، اكو بيها نسبه تزويد بالدم قليل مثل الشحوم كلش قليل يوصلها البلد، فتشوف امتصاص الادويه لها كلش قليل. ال 500 ملغ هذا راح يعاد توزيعها. وين يعاد توزيعها؟ على المصل وعلى الفات تشو وعلى الانسجه الباقيه. فنشوف ال 500 ملغ يجوز بس 100 ملغ اللي يصفى معدها داخل البلد. بقيه وين يروح؟ جزء من عنده ينخزن بالمصل، جزء من عنده ينخزن بالفات سيل او بالتشو. هذا يسمونه ريديستريبيوشن. ولهذا ليش بنتوثال بسرعه ينتهي الاكشن مالته؟ بسبب الريديستريبيوشن. لانه اول ما تطي جزء كبير من عنده راح وين يروح؟ للانسجه. ما راح يعني بعد ما يطلع اكتيفيتي مالته. طبعا احنا عاده الريسبتر وين موجوده؟ هي بالبرين. فمنين يوصل؟ يوصل عن طريق البلد، لازم يبقى داخل البلد حتى يوصل للبرين. فالجزء اللي يوصل للبرين هو اللي راح يبدا يشتغل. عندنا 500 ملغ راح يصير اعاده توزيع،
تروح ما بين الفات تشو ما بين البصل، فيوصل جزء قليل من عندها. خلينا نقول على سبيل المثال انه بس 100 ملي جرام هو اللي راح يوصل، هذا اللي راح يوصل للبرين ويطلع اكتيفيتي معينه. ولهذا شوف انه البنتوثال ربط ربط ديستربشن، يعني ما يبقى يتاخر وايد. وعند البروبوفول نفس الشيء، البروبوفول الجزء من عنده يتكسر بالبلازما عن طريق نفس بس ستريس، والجزء الثاني يصير فيه ريستربيوشن، فشوفه بعد راح يكون الاكتيفيتي مالته اسرع بهواي من البنتوثال. هذا وين تفيدنا؟ تفيدنا بال مينتنس. من نفكر انه احنا ما نريد نعطي انهليشن او انستيزيا، نريد نعطي تيفا توتال انترافينوس انستيزيا. عاده ايش نستخدم؟ نستخدم البروبوفول. شفتوا يوم الايام استخدمنا البنتوثال؟ سبب الريدستريبيوشن. انا اعطيت 500 ملي جرام للمريض، وصل من عنده 100 ملي جرام لنا للبرين، وبدت الاكتيفيتي مالته. ال 400 ملي جرام وين راحت؟ انخزنت بالمصل والفات تشو وادر تشو. من اجي اعطي جرعه ثانيه من البنتوثال، من يجي للمصل يلقى المصل متشبع بالبنتوثال بعد ما يستخدم، الفات تشو متشبع بالبنتوثال بعد ما يستخدم. ف 500 ملي جرام كلها وين راح توصل؟ كلها توصل للبرين. فانت اذا تعطي دريب لمده ساعه بنتوثال، يجوز المريض يحتاج له 5 6 اورز يلا يقدر ينظف جسمه من البنتوثال، يعني يبقى نايم لمده 4 5 ساعات. وهذا مو فشي منطقي احنا عند الانستيزيا، يجوز بالانتنسيف كير يونت. وعليكم السلام، بها مجال نتحمل عليهم المريض على فنتليتر وخليه يبقى سديتي. بس مال انه بالانستيزيا اعطيه بنتوثال عمليه لمده ساعه واحتاج لي 4 ساعات حتى يقعد، هذا مو شيء منطقي. فايش تستخدم؟ تستخدم البروبوفول. البروبوفول بي ريدستريبيوشن، بس القسم الاكبر من عنده وين ديستركتد؟ عنده بلازما باي نان سبيسيفيك استريز. فمن اعطي بروبوفول لمده ساعه ما احتاج وقت طويل، يجوز 20 مينت كلش كافي انه يصير اليمنيشن بالدوز مالته. طبعا اليمنيشن انا اقصد به مو انه لازم البروبوفول يصفر عنده بالجسم، لازم يوصل للمستوى اللي بعد الدوز ما تشتغل. احنا عندنا في دوز معين انه انا هذا ايش قد اريد نسبه من هذا الدراج يوصل لي الدماغ حتى يبدي يشتغل. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا اذا وصل حد معين بعد خلاص وراه ما يشتغل. يجوز موجود هو عندي 50 ملي جرام موجوده داخل البلد عند البرين، بس هاي ما طلع لي اكتيفيتي لانه اقل من الدوز اللي نحتاجه حتى يبدي يشتغل على الريسبتر. فمن اسوي اليمنيشن احتاج 20 دقيقه حتى انهي كل البروبوفول موجود بالجسم اللي جاي يسوي لي اكتيفيتي. ولهذا نستخدم البروبوفول بالدريب ما نستخدم البنتوثال. صار واضح هسه ليش بالتيفا نستخدم البروبوفول ما نستخدم البنتوثال؟ بسبب الريدستريبيوشن والميتابوليزم. وراء الميتابوليزم والريدستريبيوشن راح يجينا الاليمنيشن. الاليمنيشن هو يشمل جزء من عند الميتابوليزم، يعني تدخل للليفر يحطمها يحولها الى عناصر غير فعاله بالجسم وتنطرح عن طريق الكليه. فالاليمنيشن يشمل الميتابوليزم ويشمل الكليرنس، عفوا الكليرنس يشمل الميتابوليزم ويشمل الاليمنيشن. الاليمنيشن هو الطرح، انه شكل شيء باقي عندي بالجسم لازم ينطرح لي عن طريق تو روتس، اما عن طريق اليورين عن طريق الكدني او عن طريق البايل، يروح للليفر ومن البايل ينطرح عن طريق الستومك اوتسايد. فالاليمنيشن ورا ما كمل الدراج تحطم عن طريق الليفر او الانزيم، راح يروح اما للكدني وينطرح عن طريق اليورين او يروح للليفر وللبايل وينطرح عن طريق البايل. كل دراج راح يمر بهاي السلسله. فعلى الضوء هذه احنا بدينا نعطي ايش قد الجرعه لازم كل مريض، ايش قد نعطي يا رود نستخدمه، يا دراج نقدر نستخدمه دريب، ويا دراج ما نقدر نستخدمه دريب. عندنا الريفنتانيل هو اكثر دراج يتكسر بالبلازما بحيث انستانتلي ما يبقى من عنده اي جزء. ولهذا تشوف انه مجرد انه تسد الدريب اوف ذا فنتانيل مباشره البيشنت ريجين كونشس خلال ثواني، بينما البروبوفول يحتاج فتره اطول. ليش؟ لان بي جزء من الديستربيوشن راح يبدي يطلع ويبدي له اكتيفيتي معينه. بينما الريفنتانيل ما بي ديستربيوشن مباشره، كله يتكسر داخل البلازما. السكولين كذلك يتكسر داخل البلازما، ولهذا نقدر نعطي دريب احيانا. بس اذا وصل جرعه معينه راح يتحول الى شغله بالضبط يشبه شغل النمدي برايزر مصر لاسنت، يعني ياخذ فتره اطول. هذا راح نجيها من نوصل للسكسين كولين. صار مفهوم الموضوع؟ يحتاج اي شيء؟
شلون؟ بروبوفول نحس بعد توتال بودي ويت. اه عسى راح نشوف البروبوفول شلون نحس الدوز مالته. اما حسب النوع تعرفون شنو الكومبينت اوف انستيزيا لازم شنو عندي؟ هيبنوسيس انالجيسيك يعني سيديشن انالجيسيا باراليسيس و مصر ريلاكسيشن. هذه الثلاث عناصر هي الاساسيه بالانستيزيا. طبعا بلس ماينس هذا انا لازم عندي هيبنوسيس ميديكال ناين انكونشس، لازم عندي انالجيسيا المفروض ما يحس بالم، و بلس ماينس مصر ريلاكسيشن اما احتاج او ما احتاج مصر ريلاكسيشن. نقدر نقسم الادويه حسب هذا التقسيم. انا عندي البروبوفول والبنتوتال، هنا عندي الكيتامين والاوبيويد، وانا عندي مصر ريلاكسنت اللي هي نانديبلورايزين والديبلورايزين. ونقدر نقسمهم حسب اليوز مالته بالستيج اوف انستيزيا اللي هي عندي الاندكشن اوف انستيزيا، مينتنس اوف انستيزيا، و ريكفري او الامرجنس. نقدر نقول عندنا دراجز يوز فور اندكشن اوف انستيزيا مثلا بروبوفول بنتوتال والفيتامين واحيانا الانهيليشن اوف انستيزيا. عندنا مينتنس دراج اوف مينتنس اوف انستيزيا اللي هي عاده الانهيليشن اوف انستيزيا او تيفا بروبوفول، وعندنا ريكفري اللي نقدر نستخدمها فور ريكفري اللي هي عاده الدراج اللي بيرز ذا اكتيفيتي اوف ذا مصر لاكسنت تعاد تصليح او تلغي مهمه البقايا من مصر لاكسيشن، والانتيدوت اللي نعطيها للدراج مثلا اذا اعطيت هواي اوبيويد وصار عندي زياده بالدوز نقدر نعطي الانتيدوت مالته، او اذا صار عندي البنزودايز اللي نعطيت فتح دوز عالي نقدر نعطي الانتيدوت مالته. هاي كلها تعتبر بالريكفري اوف انستيزيا. كل دراج راح نحكي انه شنو النوع مالته ويا مرحله من مراحل الانستيزيا راح نبدا نستخدمه. اول شيء من نوع هو يعتبر هيبنوتيك درايف. هيبنوتيك معناه يوز فور سيديشن، يوزز اوف بروبوفول. يوز اوف بروبوفول موس بالثياتر تقدر تستخدم حتى بالانتنسيف كير يونت. فاليوزز الاول مالته هو اندكشن اوف انستيزيا، هذا اول يوزز فور بروبوفول. ثانيا فور تيفا توتال انترافينوس انستيزيا يعني مينتنس اوف انستيزيا، يستخدم بالثياتر يكمل استخدامه بالثياتر بعدين يطلع الاي سي يو. يستخدم فور ديكريز انتراكرينيال بريشر، كلش مفيد عندنا نريد نقلل انتراكرينيال بريشر. بالانتنسيف كير يونت يوست فور سيديشن الاي سي يو. شوفون اذا نريد نعطي مريض سيديشن نستخدم له بروبوفول. طبعا مود بريكوشن بالنسبه للبيدياتريك ما نستخدمه للبيدياتريك لانه يسوي لنا مشاكل بالادرينالين، فنحاول انه نتحاشى بالبيدياتريك. بالادلت نقدر نستخدمه فور سيديشن اند انتنسيف كير يونت. بعد يستخدم استراتيجي مال البرين مينتنس او البرين بروتكشن وين بالبرين انجري او بالهيد انجري. هاي المشاكل تصير عندنا بالهيد انجري فور اكزامبل، هذا استراتيجي نستخدمها حتى نحمي البرين، بنحاول نقلل الاكتيفيتي مالته فتره معينه نقدر نعطي انتزف البروبوفول. يعني احيانا ما نريد المريض ينام بس نعطيه حتى نحمي البرين تشو، لانه البروبوفول يقلل لي استخدام البرين للميتابوليزم مالته. يعني شلون اوكي انه يضبط الشغل مالته يخليه ستيدي ستيت يعني وضع هادئ بين ما يستعيد الريكفري اوف ذا تشو انجري اللي يصير عندنا بالهيد انجري. ونستخدم تراديشنال تريتمنت ما يجيب العلاج، يجي من الطوارئ عاده انه اعطينا كل الادويه الموجوده عندنا دازبام كيتون لومينال، بس البيشنت تحديدا عنده فت
هذا اذا يبقى فيك راح يصير بيرمننت برين دامج، راح يصير عنده تلف دائم بالدماغ بعد ما يصير اي شيء. فبالستاتس اوبتيكس نقدر نستخدم البروبوفول كعلاج للابيليبسي. ليش؟ لانه احنا قلنا واحده من الاكتيفيتي مالته انه يقلل الاكتيفيتي اوف ذا برين، فهي عباره عن هايبر اكتيفيتي اوف ذا برين، هاي عباره عن زياده بالفعاليه مال الدماغ اللي هي الابيليبسي، فهو راح يقلل اياها. طبعا الدراج الاول المفيد بالستاتس اوبتيكس هو البنتوثر، الاكتيفيتي مالته اقوى من البروبوفول عن ابيليبسي، بس البروبوفول ايضا نقدر نستخدمه. هذا اليوزز اوف ذا بروبوفول. شنو الاكتيفيتي اوف ذا بروبوفول؟ هاي دوز انت تدي الجيب من دوز البروبوفول طبعا هو هاي تجيك دوز يعني احيانا قرارات، بس هو 1.5 الى 2.5 احيانا يقول من 1 الى 3 ملي جرام. طبعا هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على الايج هم كلش مهم. بالمناسبه البيدياتريك الاكتيفيتي مالت يعني الاطفال الاكتيفيتي مالت الاورجانز مالتهم اعلى من الادلت، فعاده الدوز القليله ما تكفيهم. يعني نحسبها بير ويت طبعا على الوزن، يعني انا احسب للادلت 1 ملي جرام بالكيلو جرام يجوز ينام عليها، بس بالطفل يحتاج يجوز 2 او 3 ملي جرام بالكيلو جرام يلا اقدر احصل اكتيفيتي. ليش؟ لانه الميتابوليزم مالته كلش عالي، الاكتيفيتي اوف ذا كدني اند ليفر اعلى من الادلت. بالاولد ايج بالعكس الاكتيفيتي مالت الاورجانز مالتهم راح تقل، فراح اضطر استخدم مينيمم بوسيبل دوز، يعني جزء ما وصل 1.5 استخدم الواحد. هسه راح نحكي عن طريقه اعطاء البروبوفول كل هو 1.5 2.5 1 الى 3 في هذا الدوز مالت البروبوفول. طبعا شلون نسميها؟ ايديال بودي ويت، يعني نحسب انه هذا المريض الوزن المثالي للشيء اللي هو الطول ناقص 100 يصير الوزن المتوقع. فطول ناقص 100 احسب له هذا الاندكشن البدوي، بس انا اريد احسب المينتنس ندرك لا هنا نحسب على التوتال بدوي ايش قد الوزن الفعلي لهذا المريض. يعني تجينا مريضه عمرها عفوا طولها 160 160 والوزن مالتها 100 شنت صور لا واضح هدف الايديال بودي ويت اذا اردت احسبه هو عباره عن الطول مالتها 160 ناقص 160، فهذه احسب لها 60 كيلو جرام من عندها اعطيها اندكشن اوف انستيزيا توتال يعني بلس دوز. بس من اريد احسب لها درب احسب لها شيء عن 100 ما احسب لها 60. فبالاندكشن بالبلس نحسب على الايديال بودي ويت، بالمنتنس نحسب على التوتال بودي ويت. وهاي ريسك انه تعطي البروبوفول ان رابد سيكونس، السبب لانه يسوي لي سفير برادي كارديا ويوصل حتى كارديا ارست صار عندنا اكثر من مره. البروبوفول ابدا ما ينطي سريع. بعد بالجرياتريك اللي هم الاولد ايج المفروض عاده نسوي احنا شيء اسمه دبل ديليوشن. دبل ديليوشن معروف عندنا بالبنتوثا لانه هو يجيني اصلا باودر. البروبوفول ايضا نقدر نسويها، يعني نستخدمها عاده نحاول نخفف الدراج مالته نسوي لها دبل ديليوشن. ال 20 مل ما اخلي بيهن 200 ملي جرام، اخلي بيهن بس 100 ملي جرام. وابدي اسوي ديليوشن. الغايه من عنده اكو شيء اسمه ارم برين ديستانس، المسافه ما بين الارم والبرين اللي هي من اطي انا طبعا الارم اقصد بها الكانولا. المسافه ما بين الكانولا والبرين هذه انا من ابدي اطي للدراج. يعني ما انتظر انه انا اول سي سي اطيت اياه هو مباشره وصل للبرين، لانه عنده مسافه راح يبدي يمر فيها يلا يقدر يوصل للبرين. بالادلت بالبيدياتريك السيركيليشن مالته كلش عالي، شوف اصلا تك كارديا الضغط مالته عالي، فالجريان مال البلد مالته راح يكون اعلى، فتشوف انه خلال فتره كلش قصيره يوصل التاثير مالته. بالاولد ايج اذا اريد اتعامل ويا نفس الطريقه راح اضطر اطي 200 ملي جرام وانا بعد ما شفت الافكت اللي شفته بالادلت بال 50 ملي جرام. يعني انا عندي 200 ملي جرام دفعت بس 50 بالادلت شفته مباشره بدينا. بالاولد ايج اذا اسوي نفس الطريقه فاكمل ال 200 وانا اشوف المريض بعد ما هو نايم لحد الان، مو لان الدوز قليله بس لانه لحد الان ما وصل للبرين. ليش؟ لانه السيركيليشن مالته عاده يكون ابطا،
فهذا الشيء لازم نخلي ببالنا. اول شيء لازم تدفع بطيء فيري سلولي بالاولد ايج. ثانيا دبل ديليوشن، ليش؟ حتى تعطي فوليوم اعلى وسرعه اكثر للدراج يوصل للبرين، والا اذا نتعامل وياهم مثل الادلت معناها راح نعطي اوفر دوز والبريد بعده لحد الان ما نايم. السبب مو بالدراج، السبب بالتايم اللي يوصل بيه ما بين الكانيلا وبين البرين. هذا انا اعطيك ليش مهم، ولهذا تشوفون بالاولد ايج المفروض يسوي دبل ديليوشن، والافضل انه نضيف فيري سلولي بالاولد ايج. شلون نعرف البروبوفول بدا يشتغل؟ طبعا اذا استخدمناه بس هو عن طريق الفيربال ريسبونس، تحكي ويا المريض ما يجاوبك هذا انديكيشن انه اوكي البروبوفول بدا يشتغل. الاكتيفيتي مالته طبعا راح ناخذ على كل اورجان. نجي للكارديو، شو تاثيره على الكارديو؟ اول شيء يسوي لي بيزو دايلتيشن، وسع له وعيد دمويه، معناه راح يصير هايبوتنشن المريض. ثانيا يسوي براديكارديو، فانت يجيك مريض شوك هو هايبوتنشن وتجي تعطيه بروبوفول، هم زودت الهايبوتنشن وهم كل هايبوتنشن معروفه فيزيولوجي كفيزيولوجي. اذا اي مريض يصير هايبوتنشن مباشره شو يصير وياه؟ تكي كارديا حتى يحافظ لي على الكاردييك اوتبوت، البلد اللي يوصل للبدي يحافظ لي على مستوى معين اللي هو شو يسوي لي؟ يسوي لي ضغط الدم في البلس ريت. فانا اذا ينخفض الضغط مباشره شو يسوي؟ يزود البلس حتى يبقى توازن. انت اجيت اعطيت بروبوفول هم نزلت الضغط وهم البلس ما خبطت نسبه الكارديا نزلته، فشوف مباشره يدخل شوك كاردييك ارست. وكل شيء صارت عندنا اذا نطي من اي مدى شوك بروبوفول، حتى لو طبعا حتى لو سمول دوز نفس الشيء. فالفضل انه تتحاشى البروبوفول وكذلك البنتوثال طبعا بالشوك ستيتس. ليش؟ لانه هذا راح يزود لك الشوك ويدخلك كومبليكيشن جديد. فيسوي لي ديكريز بلس ريت، ديكريز بلود بريشر، هايبرتنشن، ف وي بعض راح يصير ديكريز بالكارديك اوتبوت، البلد اللي راح يوصل للبرين راح يكون قليل، اللي راح يوصل للهارت راح يكون قليل، كل البدي راح يكون اقل من المستوى المطلوب. فلهذا المفروض البروبوفول يندفع سلولي. بالاولد ايج يفضل دبل ديليوشن وفيري سلولي، وحتى بالبدايات نفس الشيء يعني احنا بس على الاقل هم كان توليريت اكثر من البقيه. نجي للريسبيراتوري. دكتور ديليوشن باي فلوت؟ والله هو يفضل بالنورمال سلام او الجلوكوز ووتر، لان الجلوكوز ووتر ما بيقدر حتى ما يصير لي كريستلايزيشن، بس هو عاده يدري بالنورمال بالووتر ما في مشكله. نجي للريسبيراتوري سيستم. هنا هذه نقاط كلش مهمه، لازم نعرف شنو تاثير البروبوفول على الريسبيراتوري سيستم. ليش احنا نقول بروبوفول؟ ان معناها انت لازم تبدي مانوال فنتيليشن، لانه تاثير الريسبيراتوري البروبوفول على الريسبيراتوري فيري امبورتنت. طبعا هو عاده اقوى من البنتوثال، متشابهين هو بالافكتس، يعني راح نشعل البنتوثال راح نشوف نفس التاثير، بس هذا اقوى من عنده بهوايه خصوصا على الريسبيراتوري. فمن اهم الاشياء اللي نسويها ابنيه، والابنيه عاده تستمر فتره اطول من اللي يسبب بها البنتوثال. فلهذا من حط بروبوفول المفروض تسوي له مانوال فنتريشن، ما تقدر تنتظر المريض بعد ما ياخذ سبونتين سبريتي حتى اذا ما نعطي وصل العسل. بعد يسوي بلانتين اوف ذا ريسبيراتوري ريفلكس، يعني المريض بعد لا يقح ولا يصير عنده لارنجوس بازم خلال فتره الاكتيفيتي اوف ذا بروبوفول. ولهذا بالالامي نقدر نعطي نسوي الامي بس بالبروبوفول، بينما ما نقدر نسوي لا بالبنتوثال ولا بالكيتامين. يعني انت مريض كيتامين ونطيب بنتوثال وحاول تسوي له الامي، مباشره راح نشوفه هولد بريث، يعني يحبس نفسه لارنجوس بازم وكف يبدي. بالبروبوفول هذا كله ما تصير، ولهذا نقدر نستخدم الالامي او الايجل مع البروبوفول بدون اي ريسبيراتوري ريفلكس. ليش؟ لان نسوي بلانتنج ريسبيراتوري ريفلكس. هذه الإيجابية مالته، بس السلبية من الجانب الثاني شنو؟ الريسك اوف اسبيريشن راح يصير عالي، لأن بعد ما يقيح المريض ولا يصير له بسبازم، شتو فلويد بالماو مباشرة يقدر يعبر على التريكيا وللوين. هذا الشيء مهم بالنسبة للريسبيراتوري. على البرين أو على النيرفس سيستم، قلنا أول شيء هو يقلل لي الانتراكرينيال بريشر. فاي مريض عنده هاي او انكريز بالانتراكرينيال بريشر اللي يجون ياهم الهايدروسيفالس، شكو مريض عنده اوبستراكشن هذا لازم يكون انكريز بالانتراكرينيال بريشر، الهيد تروما الهيد تروما والهايدروسيفالس
اي برين البرين تيومر هذول كلهم عاده يجوني انكريز بالانتراكرينال بروجر. صح يجوز هو ما واصل مرحله كلش عاليه بحيث ماثر على المريض يجيك احيانا مريض واعي ومنتبه بينما هو اكو عنده انكريز بالانتراكرينال بروجر. فانا افضل نعطي البروبوفول والبنتوثال ما نعطي هذا الدرجز اللي احتمال تسبب لي انكريز بالانتراكرينال بروجر بس راح نحكي وياهم. فسبب لي ديكريز بالانتراكرينال بروجر هذا نقطه ثانيه. ديكريز اكتيفيتي اوف ذا برين يقلل حتى الفعاليه مالت البرين وهذا نستفاد من عنده بالبرين تروما او بالبرين دامج يقلل الفعاليه مالته فيقدر يزود الوقت اللي يصير فيه ريكفري ويقلل لي السايد افكتس مال التروما. فيقلل الاكتيفيتي طبعا بالنسبه كلش عاليه البنتوثال اكثر من البروبوفول يقلل الاكتيفيتي. نستخدمه عاده بالسيديشن بالانتنسيف كير يونت تو بروتكت ذا برين فروم اكسترا دامج عن طريق يوزنج اوف ذا بروبوفول. عندنا هذا الشيء مهم بالبروبوفول يسويه عن طريق النيوروماسكولار سيستم اللي هو انفولنتري مسل كونتراكشن. احيانا نشوفون نطي احنا طبعا نطي الكيتامين نطي المسل لاكسنت وراي نطي البروبوفول ورا ما نطي البروبوفول ما شفت المريض يصير عنده فت انفولنتري موفمنت. اكثر شيء نشوفه بالايدين يطبق يد فيتصورون انه هذا انفيشنت مسل لاكسنت. لا هذا واحد من الافكت او سايد افكتس مال البروبوفول اللي هو انفولنتري مسل كونتراكشن. فمن نط بروبوفول وتشوفون اي موفمنت بالبيشنت لا تتصور انه المريض بعده قاعد او المريض بعد ما ماخذ فول دوز من الريلاكسنت. انا انتبهت انه بعض المساعدين يزود الدوز مالت المسل ريلاكسيشن. هذا مو شيء صحيح. هو اصلا المريض راح يصير عنده انفولنتري مسل كونتراكشن بفعل البروبوفول. فهذا واحده من السايد افكتس مال البروبوفول وهسه راح تبون تشوفونها كلش هواي ترى بالبروبوفول اكثر من بالتوتال نشوفها. مسل كونتراكشن اكثر شيء يبين بالايدين بس هو حتى يصير عنده بالنك وبالليج. فهذه انفولنتري مسل كونتراكشن واحده من السايد افكتس المعروفه عن طريق اذا بدينا نستخدم البروبوفول. هذا المهم بالنسبه للبروبوفول. احد عنده سؤال عن البروبوفول؟ عندك مسألة عن البروبوفول؟ لا لا فاهمينها واضح؟ بالسديشن انه انا اعطيه دريب. فانت عاده اشوف بعض الاشخاص يقول لك لا انا لا تعطي هذا البروبوفول هذا طفل ما في شيء. بدياتريك لهم بدوز معينه وتقدر تستخدمها حاله حال الادلت بس مينتنس ما تعطي. بالبدياتريك مينتنس ما تعطي. احنا اكو شيء اسمه ابسوليوت كونترا انديكيشن. الابسوليوت كونترا انديكيشن معناها انت نهائيا ما تقدر تستخدم البروبوفول. واكو ريليتيف كونترا انديكيشن اللي هو شيء نسبي يعني تستخدم انا وذ بريكوشن او تستخدم فد شيء وياه بحيث تقدر تقلل الافكت اللي تقدر. ابسوليوت كونترا انديكيشن بالبروبوفول تقريبا ما عندنا. الريليتيف كونترا انديكيشن هو الشوك بيشنت انه انت الشوك حاول نهائيا تتحاشى تعطي البروبوفول لانه مثل ما قلنا لكم راح يسوي هايبرتنشن يكريس كارديك اوتبوت يكريس كارديك كونتراكتبلتي يقلل البلس ريت فيدخل البيشنت بنيو كومبليكيشن. بس هذا البريكوشن اللي تحضر من عنده بالنسبه للبروبوفول. وبالسديشن ما تعطيه للبدياتريك. دكتور ولا مثلا يعني احنا قبل دارسين مثلا مريض عنده حساسيه بيض ما يصير نطيبه. هذا حساسيه بيض هم جت فتره انه الشخص اللي عنده حساسيه بيض لازم ما يستخدم البروبوفول. البروبوفول اكو مستخلص من البيض يستخدمونه والليسيتين اللي هو مو هو المسبب للالرجي مال البيض مو هو مسبب تحسس البيض غير ماده. فهسه لغت قضيه التحسس البيض نهائيا ماكو اي تاثير غير لان الماده اللي تستخدم بالبروبوفول من البيض هي الليسيتين والليسيتين مو هو المسبب للالرجي للناس اللي عندهم حساسيه البيض فتقدر تستخدمه تسبب ما في مشكله. دكتور التيفا بس بروبوفول؟ تيفا مينلي هو بروبوفول زائد ريميفنتان بس يعني ابدا ما نستخدم البنتوثال. زين شقد الدوزه؟ الدوز مالته يعني صراحه انا مو كلش حافظ لانه فد شيء مايكرو جرام. احنا عندنا عاده نستخدم اما بالدريب او عن طريق السرنج بام. هو يوجوالي هو البروبوفول اصلا مخصص سرنج بام بس خاص بالبروبوفول ويديك الدوز تدخل الوزن هو تلقائيا راح يبدي يعطيك الدوز المعروف. بس الدوز بالضبط بالمنتنس ما حافظها لانه احنا ما استخدمناها هو صراحه. جاي نستخدم دلم عن طريق الفلويد ونشوف احنا الريسبونس مالنا حسب الريسبونس. فايصل
نفس الشيء. لا نستخدم على اللين بالاندكشن إيه؟ نستخدم على اللين او على الايديال بودي نفس المعادله. اي الوزن ناقص 100 الوسط الوزن الطول ناقص 100 هذا يعتبر الايديال بودي ويت لكل ال 100% ما في معنى. بينما اذا اريد اسوي انترنس لازم احسب التوتال بودي ويت اقطع التوتال بودي ويت بعد ليش يعني اللي اقوله اذا فتحناها يعني خمس ثلاث البروبوفول تستخدم بماده جلوكوز اللي هي تعتبر نست اوف بكتيريا طبعا تستقطب البكتيريا يعني بعض الادويه يقدرون يخلون اياها في مواد تمنع الانفكشن يعني بكتيريا سايدر او بكتيريا ستاتيك يعني بيها في المواد حافظه تمنع لك انه البكتيريا تعيش بيها بالبروبوفول اخر مواد لا تستقطب اصلا البكتيريا فافتر 6 اورز المفروض ما تستخدمها. اكو شركه ديبريفان صنعت في البروبوفول معين خلوا بيه في الماده صار يقدروا يخلونه بمكان 6 ساعات تقدر تخليه لمده 24 ساعه بس اكثر من 24 ساعه ما تقدر تحاول لانه يصير بكتيريال نيست ويصير انفكشن سايت. طبعا اكو كيس ريكوردد انه سوى له سبسس بسبب بروبوفول من 6 ساعات. كان طالع من جدول بروبوفول 6 ساعات حتى بعد ما عامل ما ايه 6 ساعات ما تفتح حتى لو بعد سؤال على البروبوفول نحكي عن الدوثار دايبلتون او دايبلتان اللي معروف انه عامل بالدوثار اسم الجينيريك نيم طبعا اسم التجاري هو الدوثار هو الاسم العلمي دايبلتون او دايبلتان دايبلتان هو نفس الشيء هو عباره عن هيبنوتيك درانس يوز عاده نستخدمه باليوز مالته بالاندكشن او انستيزيا بعد ديكريز انتراكرانيال بريشر اي سي يو سيديشن طبعا استخدامه كلش انخفض بالاي سي يو سيديشن لانه البروبوفول جعل معه بعد تريتمنت اوف ستاتس ابيلتيكس هنا بطل احد الان استخدامه اكثر من البروبوفول احنا عاده نعطي بنتو ثالث جريب الكيس اللي not responding completely to بلس دوز يعني ما يستجيب للبلس نخلي لهم على منتنس بنتو ثالث الان اللي بسي سبسايدين بزو دي عزبين استخدين هذا اكبر بنتو ثالث بالنسبة للبلبسي بنتو ثالث مورفة هو البنزا دي عزبين استخدمه باللاين الاول والثاني بالتريتمنت مال البلبسي بس احنا نتكلم عن الستاتس او التكسير not responding to the treatment فبالنشن اوف انستيزيا ديكريز انتراكرانيال بريشر انتنسيف كير يونت سيديشن و برين بروتكشن نفس الشيء حاله البرين تروما او الهيد تروما احيانا نعطيهم حتى نقلل الاكتيفيتي ونبقر معنا مو بس بالهيد تروما اكو احيانا جماعه السبسز او غيرها يحتاجون انه البرين هم يبقى ولو اكتيفيتي حتى ما يصير عندنا دمج للبرين فنقدر نستخدم بالتوتال بروتكتيف استراتيجي تو ذا برين هذا اليوز اوف ذا بنتوثال طبعا بنتوثال من نحكي على الاكتيفيتي بالضبط هو نسخ ونسق من البروبوفول بس اقل افكتس من عنده ما عدا بالرسبان بكتيري فبالكارديال نفس الشيء راح اسوي لي فيزو دايليتيشن وهايبوتنشن وبراديكارديا بس مستوى اقل من البروبوفول فعاده اذا انا ما كان عندي خيار ما بين شيء ثاني غير البروبوفول بنتوثال فافضل بنتوثال بالشورت بيشنت او بالهايبوتنسيف بيشنت بالنسبه للرسبيرتوري نفس الشيء راح يسوي لي ابنيا بس اقل بهواي من اللي يسوي لي البروبوفول وحتى تشوفونه انه البيشنتس الابنيا اللي تصير بالبنتوثال مو كلش واضحه يعني تشوف المريض يجوز فت سكندز وبعدين يرجع يتنفس او يصير بس هايبوبنيا بس يقل التنفس مالته وبعدين يرجع للطبيعي بينما بالبروبوفول انتم لاحظين انه يصير كومبليت ابنيا فور لونج تايم بعد هنا ما راح ياثر لي على الريسبيرتوري ريفلكس فبالبنتوثال من تستخدمه ما لك حق انه تسوي ارمى تحت تاثير البنتوثال لانه الريفلكس تبقى موجوده الا بجرعات عاليه طبعا تقل بس ما تختفي كليا ما يسوي لك كومبليت بلانتين بالريسبيرتوري اكو تاثير من البنتوثال ما موجود بالبروبوفول اللي هو يسوي لي augmentation of the bronco constriction يعني اذا المريض يجيني ويزز وعنده برونكو سبازم
واستخدم وياه البنتوثال هنا راح يصير مور برونكوسبازم. هو ما يسوي تريجر يعني مو يجيني هو مريض انا مثلا قال لي عندي ربو بس مشيكته هو كلير تشيست وما عنده اي شيء هنا اقدر اعطي البنتوثال ماكو مشكله بس اذا عنده ويزز وعنده برونكوسبازم اتحاشر البنتوثال يسوي دوكيومنتيشن للبرونكو كونستريكشن فاذا ما كان عنده مشكله اصلا تقدر تستخدمه حتى اذا عنده هيستري بس لا اذا موجود عنده تسمع اكو فد ويزز بالتشيست فهنا تتحاشر البرونكوسبازم البنتوثال لان راح يسوي لك مور برونكوسبازم راح يزود لك برونكو كونستريكشن اكثر ويسوي برونكوسبازم مور ذان الديشن كومبليت. هذا بالنسبه للريسبيراتوري. بالنسبه للسنترال نيرفس سيستم عندنا حجيه ديكريز الانترا كرانيال بريشر يعتبر من البروتكتيف استراتيجي اللي نستخدمها بالانتنسيف كير يونت. يسوي لي الفولنتري مصل كونتراكشن بس اقل بهواي من اللي يسويها البروبوفول فمو كل شوي مطلوبه. هذا معلوم الافكتس اوف ذا بنتوثال. هنا راح نتكلم على شنو البريكوشن او شنو الكونتراندكيشن. هنا عندي في الشيء اسمه ابسوليوت كونتراندكيشن فور ذا بنتوثال اللي هو الاكيوت بورفيريا هذا الديزيز ميتابوليك ديزيز يعني يجي بغض النظر انا يعني عاده يعرفون امراض شلون الامراض المزمنه او الامراض اللي تجي نيورولوجيكال ديزيز فهذا يجي يقول لك انا شلون كرونز ديزيز وال السيستميك بلوس اريثروماتوسس يعني يجون يعرفون انه عندهم هذا الديزيز فاكيوت بورفيريا اذا المرض عنده فنهايه ما نستخدم البنتوثال هنا ابسوليوت كونتراندكيشن ريليتيف كونتراندكيشن عند بيشنت ويز برونكوسبازم ما تستخدمه بعد هايبوتنشن او شوك بيشنت اما نستخدمه وياه طبعا بالسيديشن بالانتنسيف كير بالتيبا او بالمنتنس بالثياتر نهائيا ما نستخدمه لانه راح يصير برولون اكتيفيتي الدوز مالته طبعا هذا افضل يقول الدوز مالته عاده من 3 الى 8 ملي جرام تقدر توصل دائما هي 5 ملي جرام للكيلوغرام طبعا هنا وايد رينج مالته لانه سيفتي مالته ولانه هايلي ريدستريبيوتد فحتى اذا تستخدم 8 ملي جرام هو كله راح يصير ريدستريبيوشن فتحصل دوز قليله فتقدر تستخدم من 3 الى 8 ملي جرام لكن عاده نستخدم 5 ملي جرام للكيلوغرام طبعا ديليوشن او نفس الشيء بالاولد ايج لازم تستخدم ديليوشن او دبل ديليوشن احنا البنتوثال يجيني هو بعضها عاده نحلها ال 20 ملي جرام عفوا المل كل 500 ملي جرام تحل 20 مل راح يصير عندي 2.5 ملي جرام بير سي سي عفوا 25 ملي جرام بير سي سي من الوزع على ال 20 مل 25 ملي جرام بير 1 سي سي بالاولد ايج لازم نسوي دبل ديليوشن 12.5 ملي جرام بير سي سي فعادة 500 نحلها ب 40 مم بدلا من ال 20 مم، احنا عادة عندنا 1 جرام نحلها ب 40 مم. بالاولد ايج ال 1 جرام تحلها ب 80 مم، نسميه دبل ديليوشن. الغاية من عندنا انه نزود الفوليوم ونزود السرعة اللي يوصل بها للبرين حتى ما نعطي اوفر دوز بالاولد ايج. اكو سؤال على البنتوثال؟ كملنا ساعة؟ ديما يعني الفرق بين البنتوثال والبروتوثال ماكو مشكلة ما بين تأثير على اليوترس لا غير ما بين تأثير بس احنا هنا عدستين ما يعبر لا لا هو حتى اذا يعبر فيعبر بس انتش كلش قليل ما تأثر هو عادة ما يعبر البنتوثال ما يعبر بس نخاف بقضية الهايبرتنشن لانه خصوصا بالبريجنانت عادة يخلونا على الصدر وين باقي المفروض هم تلتد تو ذا ليفت هنا ما جاي يسوونها المفروض يعني تنحب شوي على اليسار حتى اليوترس ما يبدي يضغط على الميجر فين بالابدون فتصير هابوتيشن طبعا هابوتيشن يرجع مو بس اليوم يرجع حتى على الطفل لانه البلد سبلاي للطفل راح يقل فالروبوفول والبنتوثال اذا هي اصلا هابوتيشن تبدا بعد الروبوفول والبنتوثال راح يصير مور هابوتيشن بس هذا فد شيء يعني نقله قبل تقدر تتحاشاه اذا تخلي البيشنت سلايتلي تلتد تو ذا ليفت وتقدر تطلع بس ما بيها بالكوش ما بيها منع من اليوزز لا البروبوفول ولا البنتوثال بعد
شاء الله باسل نتكلم نكمل على الكيتامين وال والانهيليشن والانستكيتامين. الأجوبن دريك. الأجوبن دريك. بعد. خلينا نكمل كان لنا يعني مو ما نضج كمية هاي المعلومات بعدين أصلاً بعد. خلاص بنتوثل بروبوفول.